ده باشمهندس حامد يعقوب زي ما ذكرنا يا شباب هيقدم لنا ورقه بعنوان كيف ترسم مسارك المهني كمحترف لانظمه الجوده هاو تو بي ا كواليتي اكسبرت. فليتفضل المستشار حامد يعقوب. مشكورا مستشار حامد يعقوب. في البدايه ادينا نبذه عن نفسك وعرف الشباب. طبعا معروف بالنسبه لنا للسودانيين لكن لبقيه المتواجدين معنا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحقيقة سعيدين جدا بأنه نكون ضيوف عليكم اليوم وأن نكون في استضافة أهلنا في السودان. وتحية خاصة للباشمهندس موسى، وإن شاء الله ما حنطلع من بلدكم وحنكون معاكم إن شاء الله كخبراء أو كزائرين أو كمشاركين معكم في كثير من الأشياء. تشرفنا يا هلا بكم بإذن الله. حقيقة سعدنا بكم كثير وتعلمنا منكم أشياء كثيرة في هذه البلاد. طيب، نبدأ يمكن فيما يخص الورشة التدريبية أو ما يخص أنظمة الجودة. حقيقة الكلام فيها يكثر وهنالك كثير من الحديث الذي يمكن أن يكون في هذه الساحة. طيب، دعونا نبدأ بأننا في كثير من الأحيان نذهب إلى مجال دون أن ندري عنه شيء ولا نعرف إلى أين ينتهي. ستكون هذه الورقة هي أقرب بممارسة عملية مورست وتوضح العمل للباقين، فهي كيف ترسم مسارك المهني كمحترف لأنظمة جودة وآيزو تحديداً. يمكن أنا هنا قاصد أنها تكون شاملة لأنظمة الجودة ولكن يمكن أن تصغد على أنظمة الصحة والسلامة المهنية والبيئة والمسارات الأخرى. حقيقة يمكن عندنا بعض الجراوند رولز أتوقع كلكم ملتزمين بها ما في إشكال، وسأتقيد بالزمن الممنوح لي وهو 30 دقيقة بإذن الله، وحيكون في أسئلة في الشات إن شاء الله حنستمع لها، حيكون عندنا أسئلة في آخر المطاف بإذن الله. طيب، زي ما ذكرت أنا حاحاول أتكلم حوالي 25 دقيقة أو أقل للعرض، وسأعطي بعد ذلك 5 إلى 10 دقائق للأسئلة والنقاش، ثم أختم البرنامج بعد ذلك ونعود إلى منصة الورشة بإذن الله. طيب، في البدء حقيقة يسعدني وأن أهني جميع أهلي وأصدقائي وأحبابي في السودان بمناسبة أعياد الاستقلال المجيدة والتي ستكون إن شاء الله في الأسبوع القادم، ونسأل الله أن يرفع هذه القمة عن البلاد فيما نعانيه الآن من صراع ومن تحديات عظيمة في بلدنا، ونتمنى أن تنتصر الإرادة وأن يحكم صوت العقل وأن نرجع متحابين ومتسامحين مع بعضنا البعض. كذلك يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالتهنئة الحارة بقيام هذا المؤتمر الأول الخاص بالجودة والصحة والسلامة والبيئة كأول ممارسة افتراضية عن طريق الموقع الافتراضي، ونشكر عليها القائمين، وشكر خاص حقيقة للباشمهندس خالد وبقية الفريق باشمهندس عبد المنعم والشباب. حقيقة طموح كبير جدا جدا بدأ بهذه الورشة، وحسب علمي أنها ستتطور إلى مؤتمرات قادمة، ونتمنى أن تسود الروح السلام والعدالة في بلادنا حتى نستطيع أن نستضيف عدد من الدول في بلادنا ونتحدث في هذه الأشياء. حقيقة منطلقي لإقامة هذا الموضوع وإقامة هذه الورشة هو الحديث عن المعرفة. حقيقة الآن تحصلنا على معرفة تكاد أن تكون لا بأس بها في مجال المهارات الخاصة بأنظمة الآيزو والجودة والصحة والسلامة المهنية، فنحن عندما نهب هذا العلم وهذه المعرفة هي لا تنقص من نفسنا شيء، بل بالعكس إذا أعطيناها كاملة لن تنقص مننا شيء، وإنما ستزيدنا زيادة فوق الذي نتحصل عليه، ونتمنى أن يبادر الجميع بتقديم مثل هذه الأشياء. طيب، مدخلي وتقديمي لهذه الورشة حقيقة حأتحدث وأحكي عن مساري المهني كتقديم وكتعريف فيما يخص
شخصي. فقد بدأت كإنسبكتر يعني مفتش صغير في مجال الهندسة المدنية في أحد المشاريع الكبيرة، وأفتخر بذلك، في مشروع تدريب النفط في شارع 61. كنت مسؤول عن الكواليتي أشورنس أو الكواليتي كنترول في ذلك الوقت مع الدائرة الاستشارية لتطوير الخرطوم. ثم بعد ذلك تدرجت حتى أصبحت كمدير شركة، وتقاعدت في العام 2014. في ذلك الوقت وفي هذه ال 14 عام، والتي وصلت الآن إلى ما يقارب ال 24 عام من الخبرة المتراكمة، تدرجت وحمدت الله أنني تدرجت في مجالات مختلفة، بدءا من كواليتي كنترول وكواليتي أشورنس، مرورا بقائد فريق تدقيق لشركة النيل الأبيض لعمليات البترول المحدودة، وكنت مسؤولا عن فريق التدقيق الداخلي في الشركة لثلاثة أنظمة: بيئة والسلامة والكواليتي. ثم بعد ذلك ذهبت إلى شركة أساور للنفط والغاز، وكنت مديرا لشركة أساور للأعمال المدنية والبنى التحتية، والتي كانت تطبق نظاما متكاملا للصحة والسلامة والبيئة، وكنت مشرفا على هذا النظام على مستوى وحدتي التي كنت أديرها، فصغلتني وأعطتني أن أكون خبيرا بعد ذلك في مجال التدقيق الداخلي والخارجي، إلى أن وصلت إلى كبير مستشارين ومدقق خارجي مع عدد من الجهات المانحة مثل LMS وTUV نور، والآن أشارك كعضو في عدد من المنظمات الدولية في مجال أنظمة الجودة والآيزو، منها اتحاد استشاري جودة العرب واتحاد المدربين العرب واتحاد المهندسين العرب. وأفخر حقيقة بأنني أويل مان، عملت في مشاريع نفطية كثيرة من المحطات التي نفتخر بها شركة هيليك في السودان وشركة النيل الأبيض عمليات البترول ومشروع السد مروي، وختمتها بكما ذكرت أننا أسسنا عملنا الخاص، فالآن أدير شركتي الخاصة أنا وستة من أخواني المهندسين والمهندسات، هي شركة أشكال الهندسية، هي ما جعلني أن أسرد هذه التجربة في الممارسة المهنية. طيب، الهدف العام للورشة هو تعريف الواقع الافتراضي الجديد. عندما نتحدث عن الواقع الافتراضي الجديد، كورونا فيروس عملت نقلة كبيرة في هذا المجال، ونريد أن نتحدث عنها كذلك. مثلث المهارات والجدارات الذي يتبناه اتحاد، الذي يتبناه البروجكت مانجمنت انستيتيوت، معهد إدارة المشاريع الاحترافية، والذي أتشرف أن يحمل عضويته، وما هي أهم الجهات الاعتمادية في مجال الآيزو، وما هي الدورات التي يجب أن يدخل إليها من يلج إلى هذا المضمار، وما هي المسارات المهنية التي يمكن أن تذهب فيها في مجالات أنظمة الآيزو وتحديدا في أنظمة الجودة، ونختم ببعض الأسئلة والاستفسارات. كما ذكرت، هل الجودة لها مسارات مهنية يمكن التدرج فيها والارتقاء فيها من درجة إلى أخرى؟ الإجابة على هذا السؤال نعم، ولكن كثير مننا لا يدري عن هذا الشيء، ولا يدري من أين يبدأ وأين هو يقف وإلى أين سيصل، فكانت هذه الورشة هي أحد الأهداف التي نبحث فيها في هذا المضمار. طيب، من الأسئلة الأخرى، ما هي المهارات والصفات المطلوبة لمن يعمل في أنظمة الآيزو؟ أعمل الآن أكثر من 7 سنوات كخبير واستشاري ومدرب في أنظمة الآيزو، ما هي الصفات المطلوبة؟ وما هي الشهادات المهمة في هذا المضرار؟ سنتحدث عن هذه الشهادات بإذن الله خلال الدقائق القادمة. قبل أن أتحدث عن هذه الصفات وهذه الأشياء والمسارات المهنية، حقيقة اقتبست هذه السلايد من واحدة من الأوراق العلمية التي قدمتها في اتحاد المهندسين العرب في سلطنة عمان قبل سنتين تقريبا، عن إدارة المعرفة، فكانت تتحدث هذه الورقة عن المزج بين المهارات والخبرة والمعرفة والسلوك في بناء ما يسمى بالكومبيتنسي في مجال الجدارات، أننا كيف نبني كومبيتنسي بصورة احترافية ونستفيد من هذه الأشياء. وحقيقة أنا بلوم كثير من أبنائنا السودانيين أنهم يعملون لمدة 20 عام كمفتش جودة أو ككواليتي أشورنس أو ككواليتي كنترول أو كمشرف سلامة في تلك الوظيفة، ويتجاوز 20 عام وهو في نفس هذه الوظيفة.
يجب أن تستفيد من هذه الخبرات حتى لا تكون متكررة، ويجب أن تستفيد منها في بناء الكومبيتنسي حتى تستطيع أن تترقى. لماذا؟ كما ترون في أسفل الشاشة على اليمين هنالك ما يسمى بالأبيليتي، القدرة على التطوير وبناء الكومبيتنسي. فعندما نمزج الاتيتيود مع النوليدج نستطيع أن نتحصل على الغرض، والاتيتيود هو أن نعرف النو واي، يعني لماذا. ولماذا هي أسئلة القادة على الفكرة، من يسأل لماذا يكون من القادة. والنوليدج هي النو وات، ما هو ما هي المعرفة. والسكيلز النو هاو، والنو هاو من أصعب الأشياء وأغلاها. عندما تتقاطع السكيلز مع الاتيتيود بتدينا بروسيس، وعندما تتقاطع السكيلز مع الاتيتيود بتدينا كوميتمنت. عندما يتقاطع عن هؤلاء الثلاثة يعطينا الابيليتي لتطوير المعرفة وبناء الجدارات، وهو ما يعرف بمثلث الكي اس اي. الآن تم قلب هذا المثلث وبدأ بالاس. في السابق كانت أعلى قمته هي الكي، والآن صارت قمته هي الاس المهارات، وهو ما يعرف ما يذهب بنا إلى الواقع، والواقع الافتراضي الجديد. ما هو الواقع الافتراضي الجديد؟ في هذه الفترة ظهرت معركة الكورونا، وأصبحت هنالك واقع جديد على مستوى العالم. هذا الواقع أصبح يتحدث عن ما هو المطلوب الآن من هذه الشركات للمواصلة على الموارد البشرية التي توجد لديهم وموجودة عندهم. هذا الواقع الجديد ترك أن المهندسين أو الذين يعملون في مجالات العمل عموماً يجب أن يتحلون بقدر كبير من تعدد المهارات التي يعملون فيها. فالمهندس الذي يعمل في مجال المحاسبة وفي مجال إدارة المشاريع والصحة والسلام والبيئة يكون مرغوباً أكثر من غيره. إذن ظهر واقع افتراضي جديد، وهو يجب أن نتحلى بكثير من المعارف وكثير من المهارات الجديدة حتى نستطيع أن نواكب بيئة العمل الجديدة. طيب، هنالك سؤال يطرح في كثير من الأحيان، ما الهدف من دخولي إلى عالم الجودة وعالم الآيزو؟ حقيقة قد يكون لك أحد الإجابات التي أمامك في الشاشة، إما للتحسين والتطوير، وإما إلى زيادة الدخل، وإما إلى مواكبة المستجدات، وإما إلى الترقي المهني أو الاستفادة من الخبرة المتراكمة. وعن نفسي أحكي صراحة أنني دخلت هذا الجانب وهذا العالم لأحقق هذه الخمسة أشياء بأكملها، وأحمد الله أنني واكبت المستجدات وترقيت مهنيا واستفدت من خبرتي وتحسنت وتطورت وأصبحت لي زيادة في الدخل بالدخول لهذا المجال. طيب، حتى أدخل هذا المجال يجب أن لا أدخل أعمى blindly، لا، يجب أن أدخل وأستند على أرضية صلبة. كيف أستند على هذه الأرضية الصلبة؟ يجب أن أحقق مع نفسي ما يسمى بتحليل الأصوات analysis، اللي هو نقاط القوة ونقاط الضعف. وقد يكون غريب لكثير من الذين يشاهدون هذه الورشة الآن أن أصوات analysis يستخدم لتحليل المنظمات، ولكن كثير منا لا يدري أن SWOT analysis يمكن أن يستخدم لتحليل نقاط الضعف الشخصية أو نقاط القوة الشخصية أو المهددات والفرص التي تواجهني. فيجب أن نقف مع أنفسنا وأن نطبق SWOT analysis على أنفسنا. الأسبوع الماضي قدمت برنامج عن القيادة لشركة لوبريف في أرامكو للمنطقة ينبع، وحقيقة معي مجموعة من المتدربين وهم على مستويات بسيطة في مجال المهنة أو في مجال الترقي المهني. فطلبت منهم أن يجلسوا مع أنفسهم لمدة 5 دقائق فقط ويبدأوا يعملوا تحليل الأصوات أناليسيس. وكما معلوم بالنسبة لكم SWOT analysis أن الاس ترمز إلى نقطة القوة، يجب أن تسترسل نقاط القوة التي توجد لديك وتدونها، ونقاط الضعف التي ترى أنها يمكن أن تكون منطقة تحسين
يجب أن تبحث عنها. نحن في جودة لا نقول نقاط ضعف ولكن نقول نقاط تحسين. هذه العوامل الاثنين هي عوامل داخلية تتحكم فيها أنت، يجب أن تعرف هذه العوامل. ثم بعد ذلك يجب أن تذهب إلى العوامل الخارجية والإيجابي منها ما يسمى بالفرص الـ opportunities والمهددات اللي هي الـ threats، وهو ممكن أن يكون عامل خارجي سلبي. تدون هذه الأشياء. مثال بسيط، نقاط القوة التي لدي كمستشار، أنني أجيد تقديم العروض التقديمية وأجيد التحليل وأجيد كتابة التقارير. نقاط الضعف التي لدي أنني قد لا أتقن اللغة الفرنسية، لا أتقن اللغة الصينية، لا أتقن بعض المهارات الأخرى، ممكن تكون نقاط ضعف لدي. الفرص التي أمامي أن المملكة الآن تطبق أنظمة آيزو على المستوى المقبل لفترة 10 سنوات، لن يتوقف هذا العمل، فهي فرصة بالنسبة لي. المهددات، السعودة كنظام موجود على مستوى المملكة يمكن أن يكون أحد المهددات التي تواجهني وأنا متواجد داخل هذه المملكة العربية السعودية. هذا ببساطة نموذج بسيط لتحليل SWOT analysis على المستوى الشخصي. كما ذكرت، طلبت من هؤلاء الشباب الجلوس مع أنفسهم لفترة 5 دقائق ولم أتحدث فيها، وطلبت منهم أن يكتبوا بعض السطور. بنهاية ال5 دقائق حقيقة كانت النتيجة مذهلة. كثير منهم قال لي أنني أول مرة في حياتي أجلس مع نفسي وأتصارح معها في الورقة. فهذا التحليل يجب أن يكرر مرة أخرى، وتجلس مع نفسك 4 ساعات أو 4 أيام أو 4 أسابيع حتى تستطيع أن تكتب فيها ما هي نقاط القوة ونقاط الضعف التي توجد لديك، ومن بعد ذلك تستطيع أن تقرر هل تذهب في مجال أنظمة الجودة أم لا. طيب، هل يكفي تحليل SWOT analysis للولوج إلى جانب المهني في مجال الآيزو؟ لا، هنالك ما يسمى بنظرية رفق. نظرية رفق هي أن أتعلم الأشياء التي يمكن أن أتطور فيها. ما هي نظرية رفق؟ ترمز للرغبة، هل لديك رغبة في هذا التخصص أن تلجأ إلى أنظمة الآيزو أو الجودة والصحة والسلامة المهنية؟ هل لديك الرغبة؟ إن لم تكن لديك الرغبة لا أنصحك بأن تذهب إلى هذا المجال. والفاء، الفرصة، هل هنالك فرصة لهذا التخصص ولهذا العمل الذي نحن نتحدث عنه اليوم؟ وهل هنالك فرصة أن يتزايد الطلب على هذا النوع من التخصصات؟ الإجابة نعم. إن كانت الإجابة نعم، إذن يجب أن أذهب في هذا المضمار. هل لدي القدرة على دراسة هذا التخصص والتفوق فيه؟ هي الحرف الثالث من رفق، اللي هي القاف. يجب أن يكون لي القدرة على التطور والتعلم والتحسين ومواكبة المستجدات في هذا المجال. في هذه الحالة أستطيع أن أختار مجال المهني بطريقة احترافية في هذه الحالة. طيب، من الذي شجع أن نتعلم كثير من المعالم حتى نستطيع أن نلج مجالات مهنية متعددة ونكون من وظائف المستقبل التي تحدث عنها معهد إدارات المشاريع الاحترافية؟ كثير من زملائي حقيقة أعيب عليهم أنهم يفتخرون بأنهم يجدون التصميم 100%، ولكن إن طلبت منهم أن يتحدث عن ما هي المنتجات الجديدة التي يمكن أن تدخل فيها منظمتك في العام القادم، لا يدري عن ذلك شيء ويقول لك This is not my business. لماذا؟ لأنه لا ينظر إلى الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأعمال. وإن طلبت منه أن يدير اجتماعاً تفاوضياً مع جهة خارجية تتبع للشركة يقول لك لا، هذا مهمة الإدارة العليا. حقيقة أصبح لا يوجد ما يسمى بالإدارة العليا، ولكن هنالك القيادة. القيادة لها عدة مستويات، بدءا من COO على مستوى الإدارة الشركة في الأعلى إلى انتهاء بالرئيس العمال يمثل قيادة. فالقيادة هي قيادة الآخرين بطوعهم واختيارهم. فالقائد يمكن أن يكون رئيس عمال. معهد إدارة المشاريع الاحترافية BMI حقيقة أصدر في إصدارته السادسة قبل الأخيرة مثلث المواهب، وأصر على أن يكون مدراء المشاريع يجب أن يفهموا في القيادة
وفي الإدارة الفنية للمشاريع وفي الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأعمال حتى يكونوا مدراء مشاريع ناجحين. وعندما أتحدث عن مدير مشروع ليس بالضرورة أن يكون هو البيلدر أو الكونستراكتر، لا، ممكن أن تكون أنت مدير مشروع في مجالات مختلفة، مدير مشروع، مدير الصحة والسلامة المهنية على مستوى المشروع، مدير الجودة على مستوى المشروع، مدير البيئة على مستوى المشروع. فيجب أن تتحلى بالمواهب التي نص عليها إدارة المشاريع الاحترافية. هذه المواهب كما ذكرنا، مهارات الفنية هي المهارات المتعلقة بالمهارات المهنية للعمل، والمهارات الإدارة الاستراتيجية يا شباب يجب أن نفهم في الهياكل التنظيمية والعلاقات الإدارية، وكذلك نفهم في إدارة الأعمال وإدارة المال، وهذه الإدارات تساعدنا في احتراف مثلث المواهب بصورة جيدة. كذلك كما ذكرت مهارات القيادة والعلاقات الإنسانية من الأشياء المهمة جدا جدا لمن يلي في هذا المضمار وفي هذا العالم. فيجب أن نعرف طبيعة السلوك البشري والإنساني وكيف نتعامل مع الآخرين وكيف نستطيع أن نقودهم، وهو ما يسمى بمثلث المواهب. طيب، المهارات المطلوبة لمن يرغب في العمل في أنظمة الجودة وأنظمة الآيز عموما هي أن يكون لك المعرفة بحل المشكلات، وأن تكون لك مهارة اكتشاف فرص التحسين. وكثير مننا يا شباب قاعدين نجد فرص تحسين ولكن نحتفظ بها لأنفسنا. لماذا؟ This is not my business. يجب أن تبادر، وهي من الكتب التي أنصح بها كثير من الذين أتحدث عنهم وأنقل تجاربهم الناجحة في الكتب التي استغلت في بناء أنظمة الجودة وإدارة المشاريع. كتاب العادات السبعة للناس الأكثر فاعلية، العادة الأولى فيه كانت عن كن مبادرا، أن تكون مبادرا، أن تكون بإنيشيتيف، أن تكون لك زمام المبادرة في كثير من الأشياء تساعدك في حل المشكلات واكتشاف فرص التحسين وتعلم بعض المهارات الجيدة. كذلك من المهارات المطلوبة مهارة قراءة الهياكل التنظيمية وتعديلها، يعني يجب أن تتعمق وتنظر في هذا النوع من العلاقات. ومهارات اللطيفة من الأشياء المهمة جدا جدا لمن يلج هذا المضمار. كذلك التدريب والتوجيه، يجب من يدخل هذا المضمار أن يتعلم بعض أساليب التدريب. وفي هذه السانحة يسعدني أن أوجه جميع زملائي المهندسين في دورة مهمة جدا جدا من الدورات التي تغير مسارك المهني، هي دورة تدريب المدربين وبرزنتيشن سكيلز، مهارات العرض والإلقاء، من المهارات الممتازة جدا جدا لمن يدخل في الجودة أو غير الجودة يجب أن يتعلمها. من المهارات اللطيفة كذلك من المهارات الأخرى التي يجب أن يتعلمها من يعمل في هذا المضمار مهارة التخطيط الاستراتيجي والتشغيلي. أي شخص تجاوز 7 سنوات خبرة يجب أن يتعلم هذه المهارة إن كان يريد أن يدخل مجال الجودة أو غيرها، ولكنها لمن يعمل في مجال الجودة يجب أن يتعلم التخطيط، لأنه عندنا أكثر من 5 بنود من المواصفة الدولية لأنظمة الآيزو هي تخطيطية. كذلك من المهارات مهارة فهم وتصميم إجراءات العمل، قد تعمل في إجراء عمل ولكنه غير مناسب لطبيعة عملك وتستطيع أن تعدل فيه، لماذا لا تبادر بتعديل هذه الإجراءات؟ واحدة من المهارات التي نبحث فيها من يعمل في هذا المضمار أن يفهم في تصميم وتعديل إجراءات العمل. كذلك من المهارات المهمة كما ذكرت هي مهارة قيادية، مهارات التحليل والتقييم والسؤال why. واحدة من الأدوات المهمة جدا جدا الفايف why، واحدة من أدوات الجودة السبعة why why why، يجب أن أسأل why 5 times، لماذا 5 مرات. كما ذكرت مع مهارات العرض والتقديم وصياغة التقارير، لأننا عملنا كمغيمين أو مدققين أو ممارسين لأنظمة الجودة يجب أن نحسن صياغة كتابة التقارير بصورة جيدة. طيب، من المسارات محترف الجودة، أعلى مسار حقيقة وأحمد الله أني وصلت هذا المسار الآن، أنني أعمل كمدقق خارجي أو مقيم لأنظمة جودة على مستوى الإدارات. فأحمد الله أنني دققت على عدد كبير من الإدارات والشركات والوزارات والمستشفيات، عملت كمدقق خارجي
لمستشفى الدمام في الملك مستشفى الدمام في الملك فهد التخصصي كمدقق خارجي لـ LMS. الآن أعمل مدقق خارجي لشركة الرشيد كان عن طريق GIC الأمريكية. الآن يتم الاستعداد لمدقق خارجي لإحدى الشركات الحكومية الكبيرة مع TUV نورد. أعلى مسار في محترفي الآيزو هي أن تكون مدققاً خارجياً للجهات المانحة للشهادات. الأدنى منها أن تكون استشاري ومدقق أو كبير مدققين. ده المستوى الأدنى من المدقق الخارجي. في هذه الحالة تكون لديك خبرة لا تقل عن 7 سنوات في أنك مارست أعمال الجودة اللي قبليها، وتكون وصلت إلى مرحلة استشاري يبني أنظمة أو يساعد في بناء أنظمة أو يدقق على أنظمة داخلياً أو خارجياً. وأحمد الله أني مارست هذا العمل يمكن قبل أكثر من 10 سنوات، فكنت مدققاً على أنظمة الجودة داخل الشركة. أو يمكن أن تكون منظم محترف جودة في منظمة، أو أنت مسؤول عن الجودة داخل المنظمة، مدير جودة داخل المنظمة. عندما نتحدث عن منظمة نعني شركة أو وزارة أو جمعية أو حتى أي مجال آخر ما يسمى بالمنظمة. والمنظمة هي كل هذه الأشكال، إن كانت حكومية أو خاصة أو في القطاع غير الربحي فهي تسمى منظمة. إن كنت مديراً للجودة تستطيع أن تكون مدير جودة في هذه الحالة، مسؤول عن جميع الجودة داخل تلك المنظمة أو تلك الشركة أو تلك المكان. أو محترف جودة يمكن أن تكون داخل إدارة الجودة المسؤول منها المدير الكبير، أنت محترف جودة مثلاً أخصائي جودة أو كبير مدققي جودة داخل المنظمة نفسها أو داخل الشركة. في هذه الحالة تكون أنت محترف جودة على مستوى المنظمة الداخلية. أو تعمل في مشروع، وأتوقع الغالبية منكم الآن يعملون في جودة المشاريع، وهي في هذه الحالة في بعض الأحيان تتطور إلى أن تكون نظام آيزو، في بعض الأحيان قد لا تكون كذلك. ودائما بفضل من يعمل في جودة المشاريع أن يلم بالصحة والسلامة المهنية. أذكر أني في بعض في مرة من المرات طلب مني بناء نظام جودة وصحة وسلامة مهنية لمشروع في نيوم، وحقيقة سعدت جدا. كان أحد تلاميذي في هذا المشروع المهندس خالد شارك معي في هذا المشروع، وكان متخوفا في الأول أن يذهب لأنه ممارس للسلامة فقط، فطلبت منه أن يمارس السلامة والجودة والبيئة. وقد كان ويعني كان يعني زي ما بقولوا شرفنا بهذه المهمة، وأصبح مدير جودة وصحة وسلامة مهنية وبيئة في ذلك المشروع الكبير. فتستطيع أن تكون أنت في داخل المشروع تعمل في مجال الجودة والصحة والسلامة المهنية. إذن التدرج الطبيعي لمن يحترف مسار الجودة أن يعمل في الأول كإنسبكتر كواليتي أشورنس كواليتي كنترول داخل مشروع، ثم يتدرج ويصير محترف جودة مسؤول عن المشروع أو على ليفل أعلى، ثم بعد ذلك يكون مسؤول من مدير جودة داخل المنظمة أو داخل الشركة، ثم بعد ذلك يكون استشاري أو مدقق خارجي مسؤول عن التدقيق عن الشركات، أو يكون مدقق خارجي مع جهة مانحة التي تمنح شهادات الآيزو في هذه الحالة. من يتدرج هذا التدرج الطبيعي يستطيع أن يرسم مسار مهني ممتاز جدا جدا، بدءا من جودة المشروع ثم جودة المنظمة، انتهاءا بأن يكون استشاري جودة تدريب. وحقيقة الاستشارات هي وجهان لعملة واحدة، الاستشارات والتدريب. من يعمل في مجال الاستشارات وتجاوز خبرته 7 سنوات يستطيع أن يقدم برامج تدريبية يساهم بها في نقل المعرفة والكفاءة لزملائه وأغرانه الآخرين، حتى لو كانوا في نفس الوظيفة، ولكنه تدرج ونال عدد مقدر من التجارب يستطيع أن يقدم كثير من الممارسات الجيدة. ثم بعد ذلك كما ذكرت يصير كبير مدقق أنظمة جودة، تستطيع أن تدقق على المنظمات أو تكون مدقق خارجي ومقيم لجهات المانحة. طيب هناك سؤال، كيف أصل إلى هذه الممارسة في عالم الجودة وعالم الآيزو؟ هي من السهولة بمكان أن تصل إلى هذا التدرج المهني
إذا كانت لديك الرفق لو تذكرون الرغبة والفرصة والقدرة. طيب الرغبة الحمد لله أغلبكم لديه الرغبة والفرصة متاحة الآن والقدرة. القدرة هي أن تتدرب على هذه الأنظمة. وكما ذكرت أنك إذا كنت تعرف في نظام الصحة والسلامة المهنية تستطيع أن تذهب إلى أنظمة أخرى. فأول نصيحة لي من يريد أن يلي مجال الآيزو أن يبدأ بدراسة التوعية وأساسيات أنظمة الآيزو، وهي دورة لا تتجاوز 3 أيام، يمكن أن تتحصل عليها من يودمي أو أونلاين أو من أي مركز تدريبي على مستوى بلدك أو في أي مكان في العالم. تستطيع أن تدرس عن الآيزو 9001، هي المواصفة التطبيقية، والآيزو 9004 هي الإرشادية كيف تطبق نظام الآيزو في المنظمات. ثم بعد ذلك تبدأ تدرس دورة خاصة بالكواليتي مانجمنت سيستم، ويمكن أن تكون مع التوعية في بداياتها. تستطيع أن تتعرف على الكواليتي مانجمنت سيستم المواصفة بصورة كاملة، ويمكنك أن تتعرف على 9000 بصورة متكاملة، وتتعرف على أدوات الجودة 7. في هذه الحالة تكون بدأت علمت الخطوة خط الأساس. يا جماعة خط الأساس عندنا هنا الأرضية الصلبة التي تستند عليها في مواصفات الآيزو المواصفة 9001 وعائلتها. إذا درست هذه العائلة تستطيع أن تطبق أي نظام آخر إن كانت لديك الخبرة في هذا المضمار. ثم بعد ذلك عرفت عن الآيزو 9001، أخذت awareness وعرفت عنها شيء. ما هي المرحلة البعدة؟ المرحلة البعدة أمشي أدرس عن التدقيق الداخلي لنظام الآيزو. في هذه الحالة سأدرس المواصفة 9001 بمزيد من التفصيل، ومعها المواصفة 19011، وهي مواصفة الإعداد المدققين الداخليين. على فكرة حتى الماليين يدرسوا هذه المواصفة 19011 الخاصة بالتدقيق، مهارات التدقيق ومواصفات المدقق وعملية التدقيق وكيفية كتابة التقرير عن التدقيق. لما نتحدث عن التدقيق لا نتحدث عن تفتيش، نتحدث عن مراجعة المواصفة والمتطلبات وفقا لما طلبته المواصفة، أن نراجع ونعتمد الإجراءات التي تم تدقيقها وتنفيذها كما وصفت في المواصفة. إذن لا نتحدث عن تفتيش. كثير من الذين يأتون إلينا من الصحة والسلامة المهنية في رأسهم التفتيش التفتيش التفتيش. التفتيش مرحلة من مراحل الجودة، ولكنه لا يرقى أن يكون عملا في عملية التطبيق الداخلي. المرحلة الرابعة كما ذكرنا هي أن تكون مطبق فيما يسمى بالإمبليمنتر، يعني شخص درس توعية وتدقيق داخلي يستطيع بعد ذلك أن يطبق نظام ويعرف ما هي متطلبات النظام، ولكن يجب أن يدرس مهارات التحليل وتصميم النظام بدءا من وضع الأهداف والمخاطر والقيادة والأدوات والإجراءات عدم المشاركة. ثم بعد ذلك تكون عضو في فريق مشروع، على الأقل تكون شاركت في بناء نظام أو قدت بناء نظام. ثم بعد ذلك عشان تكون كبير مدققين أو يسمى بالليد أوريتر يجب أن تتلقى تدريب لخمسة أيام 40 ساعة تدريبية واختبار لفترة 4 ساعات ورقي. ثم بعد ذلك يمكن أن تقود فريق مشروع آيزو وتكون كبير مدققين، وهي دي المرحلة قبل الأخيرة. بعدها كما ذكرنا يمكنك أن تصل إلى مدقق خارجي. ده مسار تدرج في منظمة زي ما ذكرت. المنظمة ممكن تكون شركة، ممكن تكون وزارة، ممكن يكون جهة ربحية، أن تكون quality control. ثم بعد ذلك تدير إجراءات العمل وتشتغل quality assurance وتكون كمدقق داخلي وتكون مسؤول عن قسم خاص بالتميز المؤسسي والتميز التشغيلي. ثم بعد ذلك تكون quality manager. طيب دي بعض الشهادات المهمة حقيقة. أنا في وصلت لنهاية العرض تبعي فيما يخص المسار المهني تحديدا. يمكن أن ذكرت مثال واحد لكن أتوقع في كثير من الأسئلة حتتولد وأستطيع أن أجاوب عنها. في بعض المسميات المهنية لممارسي أنظمة الآيزو بنلقى كثير من الأرقام. ما هي هذه الأرقام؟ هذه الأرقام هي كود متعارف عليه في المنظمة الدولية للآيزو 9001 للكواليتي مانجمنت سيستم، 45000 للأوكوبيشنال هيلث سيفتي مانجمنت سيستم،
ال 14000 للانفايرمنت مانجمنت سيستم، ال 22000 للبزنس كونتينيوتي سيستم، 27 للانفورميشن سيكيورتي، وال 22000 للفود سيفتي، وال 50000 للانرجي. مواصفات الايزو يا شباب تتجاوز ال 24000 مواصفه، ولكن المشهورات منها لا تتجاوز ال 100، لكنها هي اكثر من 24000 مواصفه. يمكن ان تكون فيها انترنال اوديتر او ليد اوديتر، او بعد ذلك ممكن ان تصير اكسترنال اوديتر في احد هذه المنظمات او في هذه الاشياء. طيب انا تحصلت على هذه الاشياء، اقف على هنا، اقف هنا؟ لا، ولكن حتى تكون معتمد نطلب منك ان تسجل في الجمعيات المهنيه المعترف بها عالميا على مستوى الجوده. تستطيع ان تسجل في احد هذه الجمعيات، اما السي كيو اي او الاريكا، يمكن الان اندمجوا مع بعض بقت جهه واحده، او الجمعيه الامريكيه للجوده، او البي اي سي بي، كلها يمكن جهات مانحه لانظمه الجوده ان كانت في اوروبا او في كندا او في امريكا، لا يهم، ولكن يجب ان تكون لك سجل في احد هذه الجمعيات. طيب ختاما، هنالك 10 صفات مطلوبه لمن يعمل في انظمه الجوده والايزو يجب ان يتحلى بها. فأوصي نفسي وإياكم أن نكون مرنين في التعامل عندما توكل إلينا مهمة بناء نظام جودة أو نتعامل مع أنظمة الجودة، وأن نتحمل المسؤولية التي تلقى عاتقنا إن كنا قد نطبق نظام جودة، وأن نكون جريئين في اتخاذ القرارات. لا ننتظر شخص يتخذ لنا القرارات في أنظمة الجودة، وأن نكون كثيرين الاطلاع والمواكمة في أنظمة الجودة والآيزو وما يأتي إليها من جديد، وأن نتحمل ضغوط العمل ونتعامل مع المتغيرات. واحدة من الأشياء الجميلة في الجودة إنها ما فيها موديل آنسر، ما أستطيع أن أقول لك والله يلا خذ النظام ده وامشي طبقه، وأن نجيد العمل ضمن فريق. واحدة من المهام المطلوبة جدا جدا، الصفات التي يجب أن نتحلى بها، وأن نتقن كتابة التقارير ونعرضها بصورة جيدة، وأن نحسن التعبير والتعامل مع الآخرين. يجب أن يكون عندنا مهارة التعبير عن المشاكل، ما يعني جاهد النقد لمن يطبق النظام ولا أعمل بمفردي. وأخيرا يجب أن يكون لدينا إدارة الوقت بكفاءة وفاعلية، وأن ندير علاقاتنا ومواردنا بكفاءة واقتدار. هذا ما أردت أن أذكره في هذه العجالة. حقيقة الحديث عن الجودة يطول ويطول ويطول، وأعتذر عن إطالتي لخمس دقائق من الزمن المحدد لي، ولكن وعد إن شاء الله أن تكون هنالك أمسية متخصصة عن أنظمة الآيزو والعمل الاستشاري في الآيزو وبناء الأنظمة في الآيزو. حقيقة عمل ممتع جدا جدا. شاكر لك كثير باشمهندس خالد، شاكر لجميع الحضور لحسن إصغائهم، ونعتذر إن كان الموضوع فيه كمية من المعلومات ولكن تم إلغاءه بطريقة سريعة، ولكن أعرف أن المؤتمرات يجب أن تقدم زبدة كلامك في زمن ضيق، وأن تستمع إلى مداخلات الآخرين قد تزيل كثير من اللبس الذي حدث. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. جزا الله خيرا حضرة المستشار حامد يعقوب على تقديمه لهذه الورقة الممتعة والشيقة، وبجد يعني كنا نتمنى أو كان بودنا إن الورقة يعني المدة بتاعتها تكون أطول وأطول. الآن يا شباب ممكن نفتح الباب للأسئلة والاستفسارات. أي واحد يا شباب عنده سؤال ممكن يعمل ريس هاند على الزوم عشان نديه المايك. أنا عامل ميوت لكل الناس على أساس إنه ما يحدث اي تداخل، فاي واحد عنده سؤال ممكن يعمل ريس هاند، وحضره المستشار حامد يعقوب ايضا ممكن تشوف الاسئله اللي جاتنا على الشات. اخونا محمد عبد الله بيسال انه من خلال طرحكم يعتبر مدقق الجوده هو درجه عليا في السلامه، قال فهل تعني ان عمل مدقق السلامه هو تفرع لنظام الايزو ام العكس؟ سؤال جميل حقيقه. هو فعلا والمدقق العمل الذي تقومون به كمدققي سلامة يحتوي على شقين، جزء خاص بالتفتيش للمعدات، وجزء ثاني للأسف الشديد كثير مننا يجهل ذلك،
أنهم يقوموا بالتفتيش على الأفراد. يجب أن لا تقوم بتفتيش على الأفراد، لأنه تفتيش inspection كلمة بوليسية غير مرغوبة. يجب أن ندقق على الأفراد والأنظمة ونفتش على الأجهزة والمعدات. إذن عمل السلامة عمل فرعي فعلا من أنظمة الآيزو، يجب أن يكون كما حددته الآن، ويجب أن نفرق بين التدقيق والتفتيش. لا نفتش على الأشخاص ولكن ندقق عليهم، لا نفتش على الأنظمة ولكن ندقق عليها. أتمنى أن أكون قد أجبت على سؤالك. طيب عندنا سؤال أو هو تعليق من أختنا سمية، بتتكلم إنه عندها بعض الاستفسارات عن الورقة دي، فعايزة رقم للتواصل في نهاية الدورة، أو الآن المستشار حامد يعقوب ممكن يعرض اللي هي الأرقام للتواصل لو في أي واحد عنده أي أسئلة أو استفسارات بخصوص الورقة. في زميلنا معاذ كان عامل ريس هاند، بس معلش ما لحقنا نديه المايك، لو في أي واحد عنده. أوكي معاذ، now you can unmute yourself. معاذ سليمان، طيب حضرة المستشار ممكن تجاوب على بقية الأسئلة اللي وصلتك على الخاص واللي موجودة هنا لحد ما معاذ يفتح المايك. أنا اديته الغابلية إنه يفتح المايك، لكن السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله أول حاجة في البداية أنا سعيد جدا بالفكرة، ربنا طرح المعلومة، لأن حاجة شير نوليدج، يعني حاجة كنا بجد فاقدينها في السودان، يعني فاقدين المعرفة إنه الحياة العامل كيف، دي حاجة يعني مهمة شديد بالنسبة لنا هنا. فيا ريت أنا بس عايز أطلب طلب بسيط، إنه المجال بتاع الأيزو تعمل له ورشة براهو، يعني ما يكون جزء منه ما شاء الله، لأنه كلام فيه كثير صراحة ومحتاج له جدا جدا جدا. أتفق معك إنه فعلا مجال الآيزو بحر لا حدود له، تستطيع أن تذهب إلى البحر وتغرق، يجب أن تتسلح بأن تكون لك معدات تمنعك من الغرق. ولكن أتفق معك تماما أننا في المرة القادمة يجب أن نسترسل في الجودة بصورة أكبر، لأنها هي الأشمل في الأنظمة عموما. شاكر لك كثير اهتمامك وما في مشكلة. بس معلش بس سؤال ثاني، أنا كان عملت اي ام اس في كاريزما، عرفت إنه أنا أبدا التراك بتاع إنه أنا أبقى أوديتر اكسترنال أوديتر فاينل ديستنيشن. طيب بديت التراك بتاعي بـ اي ام اس، أنا المفروض أعمل شنو ثاني معلش عشان أنا أخش في التراك بصورة صحيحة؟ يعني أنا بعد ذاك لما عملت الاي ام اس تخت صراحة، يعني حتى طيب لو دخلت في الاي ام اس بتوه، يجب ان تبدا كان بنظام 9000 واحد. الاي ام اس يا شباب هو الانتجريتد مانجمنت سيستم، اكثر من نظام تطبيقهم مع بعض. لكن البدايه الصحيحه ان تبدا ب 9000 واحد، تدرس المواصفه 9000 واحد والمواصفه 19011، دين الاثنين بخلنك انك مدقق داخلي متميز. بعدها تمشي للامبلمنتر اللي هو مطبق نظام ايزو، بعدها تمشي لليد اوديتر. يعني لو بديت من الاول على الليد اوديتر بتلقى روحك تايه، ما بنصح اصلا شخص يمشي على الليد اوديتر بصوره مباشره. ان كنت ذكي شديد يمكن ان تجند الامبلمنتر مع الاويرنس والانترنال اوديت. ثم بعد ذلك بعد ان تشتغل كليد اوديتر طبعا مطلوب منك 15 تدقيق على منظمات، ثم بعد ذلك تمنح الرخصه لانك تكون مدقق كبير مدققين، وبعد تعمل عدد من التدقيقات يمكن ان تكون انت مدقق خارجي لجهات معتمدة، بعد أن تكون عندك الخبرة والشهادات والنجاح في هذه الأشياء. فوصيتي لك الآن أرجع ركز على 9000 واحد و 19011، يجب أن يتم التركيز عليها كمواصفة. وأهم حاجة إنك تكون قاعد في منظمة تطبق نظام آيزو حتى تستطيع أن تفهم النظام بصورة متكاملة. لا يستطيع من يدرس جميع هذه الكورسات دون أن يطبق لا يستطيع أن يفهم نظام الآيزو. لابد أن تطبق وتمارس هذا العمل، يجب أن تمارس هذا العمل. نعم طيب في بعض تعليق سريع حضرة المستشار خالد، تفضل. تعليق سريع على زميلنا اللي قبل شوية اللي هو طالب أنه يتم يعني أنه نعمل ورشة فقط خاصة بمجال الكواليتي بمجال الآيزو،
ومن هنا نحن بنطلب منك حضرة المستشار إنه تكون عندنا ورشة قادمة فقط عن مجال الآيزو، نديك فيها كامل الحرية، لا ندخل في زمنك إطلاقا، وحدد لنا زمن الورشة إن شاء الله على أساس إنه تجاوب فيها على كل الأسئلة والاستفسارات ونتعمق أكثر في الموضوع. ما هو لا مانع من ذلك، وحاضرين إن شاء الله، وإن شاء الله يتم التنسيق ونستطيع أن نقدم ورشة متخصصة عن أنظمة الآيزو بصورة متكاملة، ولا مانع لدي من ذلك. نعم. طيب هل عندك القابلية لتلقي أسئلة؟ ممكن 5 دقائق أخيرة، ما في مشكلة، خلاص طيب. بعد نشوف الطيب. الطيب open the mic. طيب إدريس عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. الله يبارك فيك، يا هلا بك. بارك الله فيكم. أنا دكتور طيب إدريس عمر الماحي، متخصص الصحة والسلامة المهنية. نحن طبعا تابعين لوزارة الصحة، بنشتغل في شغل الصحة والسلامة المهنية، وإن شاء الله تعالى يعني هذا العمل قدر الله يوم أمس ما قدرنا طبعا نتيجة الظروف كان حاصلة في البلد وكذا. فيعني أنا بس النقطة البسيطة أقول للمستشار، اللي هي أنت أشرت في كلامك يمكن في التعليقات الأخيرة إنه ما في موديل أنصر لبرامج الجودة، عشان ده طبعا بيورينا مسألة اللوكاليتي إنها بعد ذاك. إذا نحن لما نقول ما في موديل أنصر معناها في فريم عام. أنا بس عشان بس الدار أوقع الحتة دي شوية سعادة المستشار، إنه نحن إذا كان الآن مثلا في مجال التعليم العالي بيتكلم عن الأكريديشن في كليات كده وأشياء زي دي، فهي أنظمة الآيسو إذا كان هي بتتكلم في بعض الكمبانيز الكبيرة أو الأورجانيزيشن الكبيرة، لكن مرات الأحياء الصغيرة أو حتى نقول ممكن المؤسسات الرسمية يعني في كثير من الدول، عندنا في السودان هنا يمكن في مجالات محددة. أنا باعتبار الآن بعمل في المجال الأكاديمي، بدرس في كلية، في مطلوب مثلا في مجالات الطبية بالذات إنه لازم يقوم الكليات تحصل على أكريديشن، وعندهم موديل محددة. هل الموديل دي الآن حددوا لها 25 24، بعد ذلك نتيجة جائحة كورونا وكذا قدموا أظن ل 26، لكن حتى فيها إلزام يعني بموديلز محددة. أنا ما أعرف هل الموديلز دي الآن هي بتنطوي تحت الأنظمة بتاعة الآيسو العالمية، أو هي بتاخذ يعني لاين براها. واضح سؤالك. حقيقة التعليم له خصوصية فيما يسمى بالاعتماد الأكاديمي، هي جودة لكنها لا تندرج تحت جودة الآيزو. الاعتماد الأكاديمي في للمناهج وفي للبنية التحتية. البنية التحتية عندها نظام وعندها مواصفة وعندها كود، أما الجودة الخاصة بالاعتماد الأكاديمي هي تراك مختلف تماما، الحديث فيه يطول، وأتمنى أنه ممكن الناس تجلس فيه مع بعض وتمارس عمل الاعتماد الأكاديمي بطريقة احترافية، وبالذات يمكن في السودان الآن مطلوب الاعتماد الأكاديمي، الناس تطور به مناهجها، لكن ده مسار مختلف تماما ما حبيت أتكلم فيه الآن لضيق الزمن. يمكن أن نخصص جلسة خاصة بالجودة في القطاع التعليمي. شاكر لك كثير سؤالك، لكن سؤال كبير ما نقدر نجاوب عليه في هذه الدقائق البسيطة. طيب أنا شايف آخر سؤال ما نحصر أيه. عليك ولا نشوف آخر سؤال من محمد عبد الله. محمد عبد الله open the mic. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تحية للسيد المستشار. صراحة أنا سؤالي الله يكرمك أستاذنا، سؤالي بالنسبة للشباب الخريجين في السودان، يعني حاليا في معاهد بتخرج طلبة في مجال إدارة الكوارث، فهل في إمكانية إنه يعني يدمج هؤلاء الشباب ويستفاد منهم في مجالات الجودة والعمل في مجال السلامة؟ لأنه صراحة يعني سؤال ممتاز. المجال ده كثيرين يعني وعددهم كبير يعني. نعم. سؤال ممتاز. الله يكرمك. شكرا لك أستاذ. حقيقة أنا بوصي سبحان الله
يعني ربنا يرحمه ويغفر له. توجهه للجودة كان له دور كبير. دكتور الله يرحمه دكتور بكر عبد الرحيم كان في جامعة السودان توفى. فعندما أردت أن أختار مشروع تخرج فكان كل الأمكان أن تخصص هندسة مدنية. كل الناس كانوا يتجهوا للتصميم والتشييع والتنفيذ والأشياء هذه. لكن هو حقيقة ما جذبنا إلى مجال تماماً مختلف اللي هو أنظمة الجودة. ويمكن مشروعنا كان في جودة خاصة بلاب. ومن ذلك الوقت حبب لي مجال الجودة ودخلت مجال الجودة بأبسع أبوابها من الجامعة. دي فرصة أنا بدعو كل الشباب داخل الجامعة وخارج الجامعة إنه يا جماعة الجودة الآن متطلب إلزامي وليس الترف في جميع المشاريع وفي جميع المنظمات إنها الآن بتبحث عن الجودة. الحاجة الثانية المهمة زي ما ذكرت أنت الذين درسوا كوارث في مواصفة عن الكوارث والأزمات على فكرة عندها رغم لا أذكره الآن ولكن يستطيعوا أن يعملوا في مجال الجودة بتلقيهم للدورات الأساسية الأولية ذكرت الأويرنس ونظام الجودة والتدقيق الداخلي ثم بعد ذلك يمكن أن يعملوا داخل منظمات أو مشاريع أو في أنظمة أخرى داخل هذه المنظمات أو هذه المشاريع ويمكن أن يكون إضافة ممتازة جدا جدا باعتبار أنهم هم درسوا عن الكوارث والأزمات فيها منهجية خاصة بالجودة أيضا. فدي فرصة لجميع شبابنا وخريجينا. يا جماعة بس في سؤال حاجة هنا مهمة جدا جدا. التخصص المهني ليس له علاقة بتحديد مسارك في أنظمة الآيزو والجودة. أي شخص يستطيع أن يدخل مسار الجودة والصحة والسلامة والبيئة بغض النظر عن تخصص. سعادة المستشار. طيب ظاهر إنه سعادة المستشار قادر. لكن نشكر جميع الحضور على الأسئلة الجميلة وزي ما وعدنا سعادة المستشار يا شباب إن شاء الله حيكون عندنا حلقة متخصصة فقط عن الكواليتي في مقبل الأيام حيتم التنسيق مع المستشار حامد يعقوب من أجل هذه الورشة القادمة إن شاء الله. طيب لا مهندس حامد رجعت مرة ثانية تفضل أعمل أنميوت. يبدو أن الزوم أداني كارت أحمر. أنا شاكر لك جميع هذه الوجوه ومن تواصل معي في الخاص وتواصل معي الآن يا خالد شاكر لكم كثير وبارك الله فيكم. إن شاء الله نلتقي في ورشات أكبر وأوسع ونكون حريصين أن نقدم ما فيه الفائدة للجميع إن شاء الله. يعطيك ألف عافية حضرة المستشار حامد يعقوب. وكنت بتكلم قبل شوية مع الشباب إنه الورشة حتكون في أقرب فرصة ممكن إن شاء الله بالتنسيق معك نشوف الزمن المناسب معك إن شاء الله ونعلم فيها للشباب على أساس إنه كل الشباب يكونوا حاضرين في الورشة القادمة بخصوص الجودة عموما. شكرا لكم كثير وبارك الله فيكم وأستاذنكم في إني أحصل زمني خلاص. بارك الله فيكم. الله يعافيك مستشار حامد يعقوب. جزاك الله خير. للمرة الثانية شباب جزيل الشكر للمستشار حامد يعقوب لتقديمه لهذه الورقة المهمة جدا في مجال الكواليتي اللي هو كيف ترسم مسارك المهني كمحترف لأنظمة الجودة. الآن يا شباب ممكن